اليوم نتجول معكم بالكاميرا في معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس، والذي يتركز في أفخم المناطق السياحية ألا وهي أولاد فضة بسيدي منصور. ونبدأ جولتنا بالمسلك الفلاحي. نعم، المسلك الفلاحي. دعوني أتركوني أتحدث عن المسلك الفلاحي، حيث تهري سبع صبابط باش تكملوا يا أبو قلب. نعم، حيث أن المسؤولين يهتمون بصحة الطالب والدورة الاقتصادية بالبلاد، ذلك لاقتدائهم بنظرية السباط والكلاست. وبعد حرقنا لسبع آلاف حريرة في المسلك، ها هي الكاميرا تأخذنا لساحة المعهد. نعم، ساحة المعهد، حيث تمتد الظلال في هذه الساحة، إلا أن هذا الطالب تحدى هذه الجيلة التي تنجو براس الخرطيفة يا أبو قلب، واتخذ من هذه الأريكة مكانا مثاليا للقيام بالبرونزاج. عفوا، إنه لا يقوم بالبرونزاج، بل يجانس هذه الدراجة من عيار 103، وذلك لتوفير مصاريف الدراسة. نعم، إنه نتار، وبالرغم من النتر، إلا أن وسائل الترفيه متاحة داخل هذا المعهد، على غرار طاولة البيبي فود التي تم استيرادها من الأهرامات المصرية، فهي قطعة أثرية. نعم، قطعة أثرية. دعوني أتركوني أتحدث عن هذه القطعة الأثرية. فخوف وخفرع عدوا صغرهم وهما يلعبوا في الجانيو على هذه الطاولة، وكانوا عاقلين على رع إله الشمس، إذ كانوا يهندوا عليه في الطاقة الشمسية، فهذا النوع من الطاولات يمشي بالطاقة الشمسية. لا علينا في البيبي فود، فهذا المعهد يذخر بالطاقات الشابة والأجيال القادمة الواعدة، على غرار هذا الملاك الصغير الذي يتطلع للمستقبل بأعين حالمة. نعم، بأعين حالمة تتطلع لمستقبل فيه مساواة بين الرجل والمرأة حتى في دور المياه. انظروا إلى هذه القاعة، إنها أقدم قاعة في هذا المعهد، إذ أن حنبال وضع خطة عسكرية للهجوم على روما داخله. ولا تغرنكم هذه التجهيزات العصرية، فهنالك تجهيزات أحدث منها في باقي القاعات، وهذه إحداها. انظروا إلى هذا النظام في وضع الكراسي. أجل، هذا النظام في وضع الكراسي. أيها اليابانيون، إننا قادمون. تجهيزات عصرية وكراسي فردية تجد فيها كل سبل الراحة، وتمكنك من التركيز خصوصا عندما يقف الأستاذ على المصطبة. نعم، على المصطبة، ومن منا لا يذكر المصطبة. ومن أحد شبابيك هذه القاعات لمحنا منظرا يحسدنا عليه سكان نيويورك. نعم، سكان نيويورك، إنها مدينة أثرية من عهد بيزنطة، تأخذ عين نظيرها إلى أثر عميق من الحرارة. بيزنطة عرفت بعبقرية مهندسيها المعماريين. نعم، مهندسيها المعماريين، وخاصة المهندس الذي شيد هذا المعهد. نعم، دعوني أتركوني أتحدث عن عبقرية هذا المهندس. انظروا لسلاسة هذا السلم الذي يقودنا إلى قمة إبداعه، ألا وهي هذا الثقب الذي في السقف لينزل منه الطلاب الذين يركنون مروحياتهم وطائراتهم الخاصة فوق المعهد. إنهم زواولة. إلا أن هذا المهندس لا يخلو من العيوب البيزنطية، على غرار الكركير والبرويل، والصورة تغني عن كل تعليق. هذا ليس بسجن المورناجية، كلا، ليس بسجن المصريين كذلك، بل هو باب الإيهاشوسي الشهير، ومثل ما قال بلقي، زوز يستناه في زيارة. ننتقل الآن إلى هذه الحديقة، حيث وجدنا هذا الكهل، وجد هذا الكهل مبتغاه للتأمل وتصفية ذهنه، بعيدا عن ضغط المدينة وفاتورة الماء وفاتورة الضوء وجنجين المرأة والصغيرات. نعم، إنه محق، فهذا المشهد يمتع ناظريه أكثر من حدائق بابل المعلقة. والآن إلى إدارة المعهد. نعم الإدارة، دعوني أتركوني أتحدث عن الإدارة، فهي مثال حي عن الإدارة التونسية. في أي وقت تقصدها تلقى قضيتك مقضية، لا تسمع أرجى غدوة لتنقصك الورقة الفلانية. نعم، انظروا إلى هذا النظام، فالنظام لفظ ارتبط بالأساس بالإدارة التونسية. هنا وبعيدا عن البيروقراطية، دعونا نتكلم عن الديمقراطية.
نعم الديمقراطية. وهذه الصناديق خير مثال عن الشفافية. الكابوسان تسجل حضورها بقوة في هذا المعهد على غرار بقية المعاهد. وهذه الفتاة وصلت زميلتها على ديريكت في كاستويل. فهذه البيفات معروفة بالخدمات السريعة والملاوي البنينة. شد انتباهنا في هذه الجولة هذا البلاتو الذي لا يخلو من الطحين الرفيع على غرار جل البلاتوات التونسية. الجميع يعاني وعلى رأسهم هذه الشلاكة من طراز سيلفر السريع التي تتعذب من رائحة صاحب هذه الأصابع المدببة والأظافر المقلمة. ومثل ما يقولون يمزين من برا شنحوالك من داخل. بعد أن حصل ما في الصدور وجد الطلبة أنفسهم ينتظرون نتائج قد تجعلهم يهللون. لم يدم هذا الانتظار طويلا. نعم لم يدم طويلا إذ لم يتجاوز انتظارهم أكثر من شويعات. بعضهم أمضاها في البيفات والبعض الآخر لم يطق صبرا فتمكنت منه حمى المستنقعات على غرار هذا الطالب الذي كاد يستهلك علبة كاملة من حبوب الهلوسة للتخفيف من حدة الضغط. ومثل ما يقولون قرص صغير لا يبكي لا يحير. وما شد انتباهنا في هذه الجولة غزول البنات مثل هذه الفتاة التي تعض على شفتها والغزول ركبها من نظرات زميلتها. نعم هذه النظرات. دعوني أتركوني أتحدث عن هذه النظرات إذ أن سومها أكثر من شهرية المرزوق يا أبو قلب. وأخيرا جاء الفرج. بالطبع لا نتحدث عن فرج زرو ولا عن عم فرج الحوات بل نتحدث عن فرج النتائج. خرج الجميع منتصب القامة يمشي بخطوة ثابتة باتجاه المسلك الفلاحي لحرق ما تبقى من الحريرات. دعوني أتركوني أتحدث عن هذا العامل. نعم هذا العامل الذي يعمل بضمير ولا يريد تضيع الوقت. فلا يغرنكم جلوسه. فهذه الخلطة التي ترونها هي خلطة بيزنطية لازمها تاخذ وقتها باش تشرب عرقها عفوا ماها وتشد بعضها. وهو ما يفسر قصر مدة تشييد هذا المعهد الجديد إذ أن الأشغال فيه لم تتجاوز 4 سنوات. وبالرغم من حداثة هذا المبنى إلا أنه لا يقارن بالمعهد القديم. فهو لا يحتوي على بيبان سجن المرنجية ولا بيبان تسليم ولا على عبقرية الهندسة المعمارية البيزنطية. في الختام نرسل هذه الرسالة إلى النبارة الذين يصفوننا بإعلام العار. نعلمهم أننا لسنا بإعلام العار فنحن إعلام المجاري. تستنونا من قدام إنجيكم من تالي.